كان كل شيء كيمر بأمن وسلام، حتى جا يوم 21 أبريل 2009 اللي غادي تهتز فيه المدينة على وقع جريمتي سطو مسلح عرفتها جوج ديال المحطات ديال البنزين في المدينة، وسطو آخر عرفته وكالة البريد في المهدية في نفس اليوم. هنا خرجوا ثلاثة باش يقوموا بهاد العملية، ماشي محترفين رغم أن عندهم سوابق. مسرح الجريمة يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تي في.